السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم أطفالي الأحباء؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سنتعرف على حكاية جديدة. عنوان الحكاية: أحسن وسيلة للمواصلات. حلقت الطائرة في الفضاء ضاحكة وقالت: أنا أحسن وسائل النقل وأكثرها تطوراً، أطير عالياً في السماء، أحمل الإنسان والبضائع، سرعتي فائقة. سمعتها الحوامة فأجابتها قائلة: أنا أكثر منك، أقوم بهذه الأشياء كلها، ويمكنني أن أحط في أي مكان، أما أنت لا يمكنك النزول إلا في المطارات ذات الأرضية المسطحة، أفهمت أيتها المغرورة؟ سمعها القطار وأجابها قائلا: كفى من هذا الكلام، أنا أحسن منكما معا، أحمل السلع والبضائع، أمشي على سكة حديدية مخصصة لي، ركابي بإمكانهم النزول في محطات متفرقة، والأكثر من هذا وذاك، أنا أكثركم أمانا. تخيل معي أيتها الحوامة المغرورة، إذا أصابك عطب، ماذا سيقع لك ولركابك؟ لم تتمالك الحوامة نفسها وأجابت خائفة: لا أرجوك أيها القطار، إنني أخشى الأعطاب وأحرص كل الحرص على أن أوفر السلامة لنفسي ولركابي، وحتى إذا وقع عطب فإنني مجهزة بلوازم السلامة لحماية الركاب على الأقل. تدخلت الدراجة قائلة وهي تقف بشموخ: اسمعوا جيدا، أنا أقربكم للإنسان، يحبني الصغار كما الكبار، لا أحتاج إلى كهرباء أو بنزين، صديقة البيئة وعنوان للرشاقة والصحة، فما رأيكم الآن؟ ما هي أحسن وسيلة للمواصلات؟